بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة المشاهدون، من أعظم المواقف التاريخية الرائدة استقبال الأنصار للمهاجرين وإيثارهم إياهم على أنفسهم. فما هو الإيثار؟ وكيف رغب فيه القرآن الكريم؟ وكيف رغبت فيه السنة المشرفة؟ كيف كان خلق الإيثار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أعظم التطبيقات التاريخية للإيثار موقف المهاجرين والأنصار. كيف ذلك؟ كيف تحدث القرآن الكريم عن الأنصار؟ وكيف تحدثت السنة؟ ما الفرق بين الإيثار والكرم؟ وما أنواع الإيثار؟ وهل له درجات؟ وما البواعث عليه؟ كيف أربي ابني على الإيثار؟ الناس المؤثرون فطرة لا نية، هل هم مأجورون؟ ما ثمار الإيثار؟ ما آثار غيابه؟ تاريخنا طبعا مليء بقصص المؤثرين، المؤثرين على أنفسهم حتى بأنفسهم، كثير من المواقف والأسئلة سوف نطرحها على ضيفنا فضيلة الشيخ دكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ناصر. حياكم الله. ما دمنا تكلم عن الإيثار فنتذكر يعني أعظم المواقف التاريخية الرائدة هو استقبال الأنصار للمهاجرين وإيثارهم إياهم على أنفسهم، ومواقف كثيرة حدثت في هذه الحادثة العظيمة، يريت لو تبينها شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واطلق لي لساني يفقه قولي. الإيثار كما تفضلت يعني خلق عظيم جدا، وكان جليا واضحا في الأنصار. والإيثار هو تقديم حق الغير على حق النفس، والذي فعله الأنصار شيء يعني مثالي جدا، كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيش معنى خصاصة شيخنا؟ حاجة. حاجة. يعني ولو كانوا محتاجين يقدمون المهاجرين على أنفسهم، وهذا خلق عظيم جدا لا يستطيع كل أحد. ليس كل أحد يستطيع أن يكون مؤثرا. الأصل في الإنسان أنه مستأثر، يبي كل شيء لنفسه، هذا الأصل. حتى قد يحسد حد. نعم. ترقى إن ولا زادوا معاشة وليش وأنا وعلى طول. نعم، إن الإنسان خلق هلوعة. نعم. إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعة، يبي كل شيء لنفسه، هذا الأصل في الإنسان. لكن الإسلام يرتقي بالإنسان، يرتقي به إلى معالي الأمور لا إلى سفاسفها، فيدعوه إلى الإيثار ويدعوه إلى الكرم ويدعوه إلى الشجاعة ويدعوه إلى البذل ويدعوه إلى الصدق ويدعوه إلى حسن المعاملة، البر، يعني مكارم الأخلاق الإسلام يدعو إليها، يرفع من شأن الإنسان، يرفع قدره. لماذا؟ لأن الإنسان ينبغي أن يكون كذلك، الله يريد أن يكون كذلك وجعل له مثالاً: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومنها الإيثار. فالقصد أن إيثار الأنصار، يعني شوف الآن هذا الكلام متى كان؟ هذا الكلام كان قبل 1445 سنة أو 46 سنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تأخرت هجرته. تصور هؤلاء الذين هاجوا قبل هذا الوقت، قبل 1450 سنة تقريبا أو شيء من ذلك. طيب، هؤلاء يأتون إلى الأنصار فيؤثرونهم على أنفسهم. الآن نحن نمدح الأنصار، الآن نتشرق بذكر هذا الفعل منهم، ونتمنى أن لو كنا نحن أولئك القوم، لأنه خلق رفيع، خلق عظيم، وذكرهم الله في القرآن يعني. نعم، وذكر الله وأثنى عليهم سبحانه وتعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكذا قول الله تبارك وتعالى: ينفقون بالليل والنهار سرا
علانية وعلانية. طيب يعني هذا عادة لا يفعل هذا إلا من كان يؤثر غيره على نفسه. يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شو الذي تحبه؟ الشيء الذي تريده لنفسك. إذا عندما تعطيه غيرك ماذا فعلت؟ آثرته على نفسك. أحب لأخيك ما تحبه لنفسه من نفسك. هذه القاعدة العامة، لكن هذه ليست الإيثار. الإيثار فوق ذلك، أن تحب لأخيك فوق ما تحب لنفسك. الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا واجب، هذا واجب، لأنه نفع عنه الإيمان، فدل على أن هذا الفعل واجب. لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا واجب. الإيثار زيادة، درجة إحسان فوق الواجب، وهو لا يحب لأخي أكثر مما يحب لنفسه، يقدمه على نفسه، يؤثره على نفسه. ذكرنا بصور لهذا الإيثار يعني الصحابة من الأنصار للمهاجرين شيخنا. يعني هو ذكر يعني عن عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنهما، لما جاء سعد بن الربيع وأعطاه يعني بيته وتنازل له عن بيته، قال هذا بيتي، وكانت له أكثر من زوجة، فقال اختر أيتهن أطلقها ثم تتزوجها. طيب فقال له عبد الرحمن بن عوف دلني على السوق فقط، فدلاه على السوق، فبدأ يتاجر شوي شيئا فشيئا، فصار من أغنياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمع أن الأنصار يعني آثروا المهاجرين على أنفسهم، إلا إن المهاجرين كانوا يعني أيضا عفيفي النفس. سبحان الله، ردة الفعل بروحها نعم أيضا نعم شيء نعم أرقى نعم بعد من, نعم من نعم الإيثار نفسه. يعني آثرهم على أنفسهم، قالوا بارك الله لكم في مالكم وبارك الله لكم في أهلكم. طيب منهم من قبل ومنهم من لم يقبل، لكن لم يقبل من باب الرد، لكن لم يقبل من باب إن أنا صحيح سليم أعمل وأجتهد وأستطيع أن أحصل رزقي، وهكذا قد كانوا كذلك. نعم. فسعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف يعني مثال جيد جدا في موضوع الإيثار. أبوي الأنصار لما نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم آثر النبي بالمكان الجيد في منزله، ولكنه تحرج كيف يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. لأن النبي أسكن النبي في الدور الأرضي كما يقال، حتى يسهل خروجه ودخوله ودخول الناس عليه وسؤالهم له، وكلنا حدث عظيم هو هجرة النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. كل يريد هذا الرجل، كل يريد أن يسأله، كل يريد أن يراه، هو يريد أن يخرج ويدخل كثيرا وكذا، ففيه مشقة عندما يكون في الدور الأعلى. فأبي الأنصاري كان أيضا يجد الحرج كيف يكون هو فوق النبي صلى الله عليه وسلم. القصد أن فعل أبي أيوب هو إيثار للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا صلى نكفيكم العمل يعني ونعطيكم من المال وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن يعملون كما تعملون وتعطونهم الأجرة. فالقصد أن الإيثار خلق عظيم جدا جدا جدا، نفذوه هنا وفي معركة اليرموك. يعني قصة شهيرة جدا في معركة اليرموك، أنه أصيب بعض المسلمين يعني في هذه المعركة، فأتوا بالماء وهو جريح ساقط لا يستطيع أن يتحرك، فأتاه أحدهم بالماء فقال له اذهب إلى صاحبي فإن أحوج إليه مني، فذهب إليه فأرسله إلى ثالث إلى رابع إلى خامس، كل واحد يقول اذهب به إلى هو أحوج مني هو أحوج مني هو أحوج مني. لم يشرب منهم أحد، ماتوا جميعا لم يشرب منهم أحد. كل كان يؤثر أخاه على نفسه. أما أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك فهذا واجب، يجب الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا زاد الإيمان في قلب المؤمن انتقل إلى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فينفق ما يحبه لنفسه يعطيه لغيره. أما مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالوضع أرقى وأكبر طبعاً. طبعاً طبعاً أن يكون هو أحب إلينا من أموالنا ومن هذا موضوع آخر، هذا دين، هذا واجب،
هذا واجب. نعم. يعني عندما تقرأ سيرة الصحابة رضي الله عنهم، لما جاء ضيوف أو ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أنس بن مالك، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى بيوته ينظر من عندها طعام حتى يضيفه. نعم. يقول أنس مرت على 9 بيوت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تقول ما عندي إلا الماء. تصور بيوت النبي 9، كل واحدة تقول ما عندي إلا الماء. فرجع إلى النبي فقال له ذلك. النبي أخذ الأمور بأريحية، أمر طبيعي جدا. قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندي ضيف، ما عندي شيء، من يضيفه؟ فقال أحد الأنصار أنا يا رسول الله ضيفه. قال خذه معك. فأخذه معه ثم دخل على زوجته فقال عندنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك؟ ما عندي شيء إلا طعام الأولاد. قال سكتيهم ونوميهم، يعني الليلة لا يتعشون، الليلة لا يأكلون، ما في إلا طعام الأولاد. وهذا ليس من باب، البعض قد يقول يعني لما قال رجل يرسل عندي درهم، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال انفقه على زوجك، قال عندي ثالث، قال انفقه على عبدك، قال عندي رابع، قال أنت أدرى به. وهذا ليس من باب يعني تقديم المستحب على الواجب، لأن هذا ليلة وليس دائما، وإنما هي ليلة. فقال نومهم، نومتهم. المشكلة طعام أطفال، يعني حتى ما يكفي هو وضيفه وزوجته. فالمهم قال نومهم. فإذا جاء الضيف وضعت الطعام، قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئه حتى يأكل الضيف ويظن أننا نأكل معه، وإحنا لا نريد أن نأكل حتى يشبع لأن الطعام قليل. وفعلا جاء الضيف، قامت هي كأنها تصلح السراج فأطفأته، فصاروا يأكلون بالكلام وهو يأكل بالحقيقة. الضيف يظهرون له أو يظهران له أنهما يأكلان، هما لا يأكلان، والضيف يأكل. سبحان الله. ثم لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكم وبضيفكم البارحة. هذا الشيء أحبه الله سبحانه وتعالى من هذا الصنيع، وهو الإيثار، آثر هذا الضيف بطعام أولادهم وطعامهما هما قربة لله تبارك وتعالى، وقد نال القربة وأعجب الله، أعجب الله تبارك الله تبارك وتعالى عملهم هذا. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم له صور كثيرة من الإيثار في حياته، بدنا نأخذ صورة أو صورتين إن شاء الله بعد الفاصل. فاصل أيها الأحبة، ونواصل حديث شيخنا دكتور عثمان الخميس حول موضوع الإيثار. حياكم الله أيها الأحبة، ونواصل حديث ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس حول خلق الإيثار. كيف كان خلق الإيثار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا؟ طبعا كما قلنا في البداية أن كل خلق جميل يحبه الله ويدعو إليه سبحانه وتعالى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يعني أولى الخلق بهذا الخلق. هناك حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول كنت يعني أجد شدة في الجوع، من الجوع يعني ألم شديد من الجوع يجد في بطنه، فجاء أبو بكر يقول فسألته عن آية أعرف معناها ولكن أردت أن يستشعر حالتي فيتبعني، يعني قلت أتبعني فيطعمني، لا أريد سؤال على الآية، فأجابني وانصرف لم ينتبه لحالي. يعني يقول ثم جاءني أو مر عمر فسألته فأجابني وانصرف، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال اتبعني. يقول عرف ما في نفسي، قال اتبعني. قال فتبعته، فدخل أحد بيوته صلى الله عليه وسلم فقال ما عندكم من الطعام؟ قالوا ما عندنا إلا هذا اللبن أهدي لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنادى، يقول أبو هريرة فناداني النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا أصحاب الصفة. يقول أبو هريرة أصحاب الصفة
هذا الأشرف. هو لم يكن من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فدعوتهم فجاءوا فقال اسقهم فشربوا كلهم وبقي في اللبن فضلة لم ينتهي. سبحان الله. فقال لي اشرب يا أبا هريرة فشربت حتى رويت. قال اشرب فشربت حتى رويت. قال اشرب. قلت والله يا رسول الله لا أجد له مكانا. بارك الله في هذا اللبن القليل شرب منه أصحاب الصف. سبحان الله. وأبو هريرة شرب 3 مرات والنبي يقول له اشرب. يقول حتى قلت والله لا أجد له مساغا يعني. سبحان الله. ما في مكان. يقول ثم شرب رسول الله الفضلة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. يعني قدمهم على نفسه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حاله. كان يقدم الناس على نفسه صلى الله عليه وسلم يؤثرهم على نفسه صلى الله عليه وسلم. لما كانوا يشعرون بالجوع ويربطون الحجر كان الرسول يربط الحجرين صلى الله عليه وسلم. كانوا يجوعون كان يجوع صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يطعمهم قبل أن يطعم صلاة ربي وسلامه عليه. فالإيثار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جدا. الفرق بين الإيثار والكرم شيخ؟ يعني الكرم كما يقولون يعني في حديث الناس يعني الجود من الموجود. يعني يكرم الناس مما عنده أو مما هو فاءه عنده. بينما الإيثار يعطيه ما له هو يؤثره على نفسه يقدمه على نفسه. فالإيثار درجة أعلى من الكرم. يعني ممكن أن أكرم الناس وآكل معهم أكرم الناس وعندي زيادة لكن أؤثره على نفسي أقدمه على نفسي. هذا معناته أن أنا لا أقول أنزعج أنا سأخسر أشياء لكن أهل الكرم أهل الجود يسعدون بذلك. نعم. إذا أكل ضيفه أو أكل المحتاج أو كذا كان هو الذي أكل. صحيح. بخلاف عكسهم وهم الذين يستأثرون الذي يريد كل شيء له لا يريد أن يعطي الناس شيئا. هذا عكسه تماما. فنحن نريد الإيثار لا الاستئثار. لكن هنا مسألة أحببت أن أنبه عليها إذا سمحت لي تفضلش. وهو الإيثار بالطاعات. هذه مسألة شوي يعني فقهية يعني. يعني الإيثار عندنا في الأطعمة في اللباس في السكن في كذا. يعني يجوز مثلا أقدم واحد على الصف الأول مثلا. هذا الإيثار في الطاعة. زين قدمه في الصف الأول وقدمه مثلا في مثلا صلاة الإمامة يؤم الناس بدلي أثره مثلا يذهب إلى مثلا الحج قبلي أعطيه مال لي حج وأنا ما حجيت مثلا. يعني الطاعات بشكل عام هل يجوز أن أثر غيري بالطاعة أو لا يجوز؟ هذه مسألة يعني فيها تفصيل حقيقة عند أهل العلم. يعني فهناك من أهل العلم من يرى أنه لا إيثار في الطاعات لا يجوز. يعني لا يجوز أن تكون في الصف الأول ترجع وتقول حق واحد تفضل. وبعض أهل مستثنى قال إلا لأبيك أو شيخك يعني أحد له فضل عليك. فإذا قدمت أباك أو قدمت شيخك فلا بأس. وبعضهم قال لا بأس حتى لو قدمت غيرهما وأنه يجوز الإيثار في مثل هذه. والأقرب أنه لا نقول لا يجوز لكن نقول الأصل عدم الإيثار في الطاعات. لا يقدم الإنسان لأنه كما أنه هو محتاج للحسنات أنت أيضا محتاج إلى الحسنات. فيستثنون الشيخة والأب أنه يجوز إيثارهما في مثل هذا الأمر. الحج الأصل إذا كان الحج واجبا فهنا لا إيثار فيه لأنه يجب عليه خاصة عند من يقول إن الحج واجب على الفور يعني لا يجوز تأخيره. وهنا لا يجوز إيثار الغير لأن هذا دخل في الأركان دخل في الواجبات. نعم. فلا يجوز إيثار غيري على نفسي. أما في الأمور الثانية يعني المستحبات فأمرها فيه سعة. وإذا عائشة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ثم دفن أبو بكر معه
ثم لما أصيب عمر رضي الله عنه لما ضربه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي أرسل ولده عبد الله يستأذن أم المؤمنين عائشة أن يدفن مع صاحبيه، أن يدفن مع النبي ومع أبي بكر. فقالت عائشة رضي الله كنت قد أعددته لنفسي، يعني هذا المكان كنت أريد أنا أن أدفن مع أبي وزوجي، أنا أريد أن أدفن هنا، والله لأوثرن عمر. الله أكبر، تقول لأوثرن عمر. فهنا آثرته على نفسها بالمكان الفاضل، لأن الدفن بجانب الصالحين، وأي صالحين؟ نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لأوثرن عمر. الله أكبر. فتنازلت عن هذا المكان ودفنت في البقيع، ودفن عمر بجانب النبي وبجانب أبيها صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد. هل إيثار أمر أو خلق فطري ولا مكتسب شيخنا؟ لا، مكتسب. مكتسب. الإيثار خلق مكتسب، الكرم فطري، الكرم فطري، لكن يؤثر غيري هذا 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 زيادة على الكرم. بس غيري إذا كان من نفس مستواي، إذا كان مثلا الأب يؤثر أبناءه مثلا، هذه فطرة في الأب. نعم، هذه فطرة، هذه فطرة في الأب، أنه يقدم أبنائه على نفسه، يقدم والديه يعني يؤثرهما على نفسه. نعم، وارد هذا. نعم، البواعث اللي تخليني أنا آثر أخوي المسلم علي أنا، يعني شو البواعث اللي تخليني أسوي؟ أعظم باعث وهو الأجر، يعني عندما يتشبه بهؤلاء الذين أثنى عليهم الله تبارك وتعالى، عندما يقول الله تبارك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. نعم، يبي هذا الشيء، يريد هذا الشيء، يطعمون الطعام على حبه، هذا الإيثار. طيب لماذا أثر؟ لأجل هذا الجزاء الذي رتبه، عندما يقرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلأجل أن ينال البر وهي الجنة هنا، طيب يؤثر على نفسي. عندما يقرأ ثناء الله جل وعلا على الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يقول أتشبه بهؤلاء فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأنا أتشبه بهؤلاء القوم الذين أثنى عليهم الله تبارك وتعالى بهذا الصنيع، فأصنع كصنيعهم حتى أنال كما نالوا. فالإنسان حقيقة إذا علم الأجر المترتب على الإيثار حرص عليه وسعى إليه. يا ريت لو تعطينا بعض الصور والتطبيقات ممكن أنا أطبقها في، يعني أطبق هذا الخلق في حياتي، سواء في الطريق، سواء كان في العمل، سواء كان في المجتمع بشكل عام شيخنا. يعني هذا وارد الآن، يعني مثلا، يعني مثال تقول عن التطبيق. يعني أنا عندي مثلا شغل أو شيء أو كذا وهذا شيء، وذهبت وموقف سيارة مثلا وفي سيارة ثانية معي، أقول تفضل، ولا تهاوشون ساعات على الموقف وأساسا جديد. يعني تتكلم عن الإيثار. هؤلاء الأشياء اللي تتكلم عن الإيثار، فأوثره أقول تفضل خذ هذا المكان، أنا جالس على الكرسي، يأتي رجل كبير في السن أو امرأة أو شيء، أقوم من مكان أقول تفضل، أثرته على نفسي، أريد أن أشتري شيئا ولا توجد إلا قطعة واحدة، وآخر يريد أن يشتريه فأقول له تفضل خذها، أثره على نفسي. وقس على هذا غير ذلك، يعني أمور الدنيا كثيرة جدا التي يمكننا من خلالها أن نحقق خلق الإيثار. وفي أجل صوره حقيقة في أشياء كثيرة جدا أن نستطيع أن نثر غيرنا، والناس يتعاطونه على فكرة، الحمد لله يتعاطونه بشكل جميل جدا 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 موضوع الإيثار. لكن قد يكون في بعض الأشياء يأتي حظ النفس هنا، لكن في الجملة لا، في إيثار، خصوصا لما يكون واحد ضعيف، واحد يكون في يعني أي لا. فلما تؤثر أدخلت السرور في قلبه. صحيح. وكسبت الأجر إن شاء الله عند من الله. أبنائي كيف أعودهم على هذا الخلق وكيف أنمي فيهم هذا الخلق شيخي؟ طبعا أول شيء أن تعودهم على الكرم، تعودهم على الكرم، وأن الله يعوضهم خيرا سبحانه وتعالى، يعني أن
يقولون لنا يعني شيباننا وعجزنا رحمه الله تبارك وتعالى، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فعندما يعني أعودهم على هذا وأقول لهم أنفقوا، آثروا غيركم، تقربوا إلى الله تبارك وتعالى بهذا الخلق، حتى بينهم بين إخوانهم وخواتهم في البيت، يعني اتركوا لأخيك وأنا أعوضك إن شاء الله، أو الله يعوضك أحسن. لما أقول أعوضك يصير طمع دنيوي، لكن أقول الله يعوضك خيرا، الله يعطيك خيرا. ولا مانع أيضا أن أقول له الله يعوضك خيرا، ثم بعد يومين ثلاثة أرسل له بطريق غير مباشر الهدية، يقول عوضني الله تبارك وتعالى، وهو الله عوضه قطعا يعني. وفي وان ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه جميل، ينطبق تماما، ينطبق تماما على المين والإيثار. نعم. ما شاء الله. فضيلة الشيخ دكتور عثمان الخميس، جزاك الله خيرا. الله يحفظك ويبارك وياكم إن شاء الله. إذن آثر يؤثر لك، أحسن يحسن إليك، ومن آثر وقي شح نفسه ونال رضا ربه، وكان مع الأنصار الذين وصفهم الله بالإيثار وقال إنهم من المصلحين. لقد آثروا بأموالهم وآثروا بنفوسهم وآثروا بجهودهم، وكان أعظم إيثارهم تقديم أرواحهم في سبيل الله رب العالمين، لأنهم آثروا الآجلة على عاجلة، وباعوا الدنيا الرخيصة بجنة الله الغالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة، الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.